كلام ريسيرش. طيب بعد كده البنش نمبر نازل، لو في بنش نمبر مش مكتوب على الكفر بيج هتاخد سيبه، انا مش هقعد اتعب نفسي وادور انت موجود مكانك فين في الدفعه والكلام دوت، الكلام ده مش هعمله، فبالتالي هو بنش زيرو ورايح نفسي. على الاقل يعني لم تستطع ان تسدد فقرات، يعني انا سبت اربعه حضرتك سبت طالما انت سبتشنك كده اسمك كده. طيب ده بالنسبه للكفر بيج، هجيب لي الشيت بتاعك محطوط جوه الفايل هتاخد سيت، الشيت بتاعك دي من الدبس، انا مش بعلم لواحد ولا اثنين ولا 10، انا بعلم ل 150 طالب، فبالتالي لو هقعد اطلع الشيت من كل فايل مش هخلص، فبالتالي الشيت بتاعك ايه حاجه بالمنظر ده، ويفضل يكون ورق فلوس A4 ابيض، ما يبقاش ورق فلوس كام، جبته في ورق فلوس كام مفيش مشكله، بس اهم حاجه الكفر بيج ما تجيبوش موجود في الفايل، تمام؟ متفقين؟ طبعا اللي هيغش دوت انا لو مش هيغش هيجيب زيرو، افضل مستقصد الشيتات بتاعت حد اخر السنه، افضل كده معلم اسمك واقعد مفكر ابص على الشيتات انت قايلها ولا لا، فبالتالي يفضل انك ما تغيرش الشيت. حلو بايدك لان الماده اللي استفاد بيه، الماده دي ماده مش سهله، كلكم او نص الدفعه تقريبا بيشيلها وبتفضل رايحه جايه ما بين الكنترول يجي حوالي اربع خمس اسابيع غير متاخر الدرجه. تمام؟ اسالوا زمايلكم على الماده دي، فالماده صعبه وماده تاسيس، لو انت مش متاسس فيها هتتعب في سنه ثانيه وفي سنه ثالثه وهتبقى ايه؟ انا باشمهندس مش شاطر في الاستراكشر او انا عندي مشكله في الاستراكشر. ماده مبنيه عليها اربع خمس مواد ثانيين. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع المره الجايه والشيء بتاع المره الجايه، تعالوا نشوف النهارده عندنا ايه؟ شابتر 1 ده يا جماعه المسائل بتاعته اللي هتيجي في الكويز يعني اكيد هتبقى حاجه من الاربعه، او في الامتحان بتاع الميدتيرم او الفاينل هم اربع انواع من المسائل، انا عندي البروبلمز بتاعتي خدنا منهم اثنين المره اللي فاتت، ايه هم الاثنين دول؟ رقم واحد خدنا حاجه اسمها فاين ذا ريزلت، ان انا اديك مجموعه من القوى واقول لك هات المحصله بتاعتها. طيب كان في نوعين من الريزلت ده او كان في نوعين من القوى، حد فاكرهم كانوا ايه؟ قوى والنن والنن ممكنه صح؟ فبالتالي اول سؤال معانا بيقول لك الامتحان فايند ذا ريزلتنت اوف ذيس سيستم اوف فورسز، فاما القوى اللي مديها لك تبقى كونكرنت فورسز او نون كونكرنت فورسز، ايه الفرق ما بين الكونكرنت والنون كونكرنت؟ كشكل قوة، دي قوة متلقية في نقطة، أما دي قوة عادية غير متلقية في نقطة، طب عشان أحل المسائل دي كنا بنعمل إيه؟ كنا بنطبق ثلاث معادلات مفيش غيرها. الكونكرنت كان ليه معادلتين اللي هو سمشن اف اكس وسمشن اف واي. النون كونكرنت كنت بتعمل نفس الكلام، كنت بتجيب سم اوف اكس سم اوف واي وبرضه نفس الكلام بتجيب الريزلتنت اللي هي الجذر التربيعي وتجيب الثيتا اللي هي تان انفرس، وبعدين كانت الخطوه الزياده كنت بتعمل ايه؟ كنت بتجيب مومنت تشوف العزوم عشان تعرف مكان المحصله فين، لان السؤال لما يجي يقول لك فايند ذا ريزلتنت اوف فورسز ده معناها ان هو عايز القوه مقدارها قد ايه؟ اتجاهها عامل ازاي؟ البوينت اوف ابلكيشن لاين اوف اكشن فمحتاج ايه؟ ماجنتيود تمام مقدار دايركشن البوينت اوف ابلكيشن لاين اوف اكشن. طيب خلاص خلصت المساله الاولانيه، خدنا نوع ثاني من المسائل، حد فاكره؟ سنة رقم اثنين اللي هي اللي هو ريزولت بيجي يجيب لي قوة بيقول لي ريزولت ذا فورس، هو يجيب لي قوة ويقول لي فككها لشوية قوة صغيرين. كنا برضو بنطبق في الثلاث معادلات بتوعنا اللي هما اف اكس واف واي، المفروض انا عندي جسم بتأثر عليه ريزلتنت معينة، انا ممكن احول الريزلتنت دي او القوة المعينة دي لثلاث قوة، واحدة اكس وواحدة واي، طب ليه ما يكونش أربعة؟ ما ينفع؟ لا ممكن يبقى أربعة، بس المشكلة إن أنا ما عنديش غير ثلاث معادلات اتزان، اف اكس واف واي ومومنت، ما أقدرش أعمل أكتر من الثلاث معادلات دول، فأقصى حاجة يقدر يعملها لك إن هو يديك ثلاثة أنوز، يعني يجيب لك مثلا شكل المنظر زي كده، يقول لك الشكل ده مثلا بأي أبعاد، أنا عندي لاين ده اسمه إيه وده بي وده سي وعندي فيه قوة كده 10 طن، عايزك تحول لي ال 10 طن دي للقوة في اتجاه إيه وبي وسي، طب فين الاتجاه ده؟ الاتجاه اللي هو أنا ممكن تضرب قوة كده القوة كده مثلا القوة كده براحتك تفضلهم زي ما أنت عايز، وتجيب الثلاثة قوة المكافئين للقوة دي، يعني إيه مكافئين للقوة دي؟ يعني مساويين ليها في المقدار، يعني أنت لو حللت دول المركبات الأفقية والرأسية بتاعتهم سميشن اف اكس وواي يدوك نفس المركبات الافقيه والرئيسيه بتاعت دي،
بس مرتبات الخطيه الرئيسيه بس ونفس مقدار العزم. يعني انا لو جيت عند اي نقطه في السبوره حسبت عندها المومنت نتيجه للثلاثه قوى دول يساوي عزم المحصله بتاعتهم عند نفس النقطه. تمام؟ يعني انا ممكن اختار اي نقطه هنا او هنا او هنا او اي نقطه على الفريق واخد عندها العزم. المفروض عزم الثلاثه دول يساوي عزم القوه دي مقدارا واتجاها، يعني نفس القيمه ونفس الاتجاه. يعني انا لو بجيب العزم دي بتلف كده يبقى الثلاثه دول يلففوا ايه؟ كده. تمام؟ ده خدناه المره اللي فاتت اللي هو ريزولف ذا فورس. طيب في مسائل جديده هناخدها النهارده. اول حاجه مسائل يقول لك فايند ذا ايكوليبريمز المسألة رقم 4 اللي هي مسألة السلم. اسمها طيب ايه فايند الايكوليبريمز؟ كل الفرق ما بين فايند الايكوليبريمز وريزولف انهم عكس بعض. هنا باجي اقول لك حلل لي القوة ديت للثلاثة قوة دول، يعني الثلاثة قوة دول يبقوا مساويين للقوة دي مقدارا واتجاها. اما فايند الايكوليبريمز معناها ان انا بقول لك انا عايز ثلاثة قوة تتزن مع القوة دي. بمعنى يعني لو دي بتلفف كده اللي يوزنها تبقى بتلفف معانا ولا عكسها؟ عكسها. انا عايز الثلاثه القوى دول يعملوا مومنت عكس المومنت اللي بتعمله دي، ويدوا محصله عكس المحصله اللي بتعملها دي. يعني لو دي اتجاهها كده تبقى اكيد دول محصلتهم تبقى عامله زي عامله كده عشان دي بتغير دي. تمام؟ وبتدي عزم نفس القيمه بس عكس الاتجاه. يعني موضوع الاكوليبريانس ده هو نفس الريزولت بس الاتجاهات مع الريزولت. طيب تعالوا كده نراجع على كم مساله خدناها من المره اللي فاتت. ده على الكونكرنت فورسز هو 6 طن عامة 32 دي هو 6 طن عامة 45 درجة دي هو 3 طن ودي هو 3 طن. يقول لك فاين ريزلت بروسيس سيستم اوف فورس. ازاي بقى يجيب ريزلت من الطن؟ انا عارف اعمل ايه؟ حل. يعني اول حاجة دي f of x sum of f of x اللي هي r x. الناس فاكرين كده مين الاتجاه x؟ اول حاجه لازم تفرض الاتجاه الموجب لاكس. الاتجاه الموجب انت ممكن تفرضه زي ما انت عايز، شوف الموجب بالنسبه لك ايه واعمله. انا دايما الموجب بالنسبه لي هو ده. يبقى اي حاجه عكس الاتجاه ده تبقى ايه؟ تبقى سالب. يبقى ده كده الموجب ولا سالب؟ يبقى سالب 3. طيب السته سالب 6 ساين ولا كوساين؟ زائد 30. طيب والستة دي زائد 6 لان لو خليت هتبقى كده كوزاين 45. في حاجه ثانيه في اكس؟ مفيش حاجه ثانيه في اكس. واحسب دول بيساوي كام؟ نفس الكلام هعمله الار واي وافرض ان الاتجاه الموجب نهايه فوق. طيب يبقى الثلاثه دي موجب ولا سالب؟ سالب بس بتاع 3. فبالتالي يبقى عندي سالب 3. قول له طيب كله تحت قطع مشترك كله تحت. يبقى انا عندي دي نازله تحت ودي نازله تحت يبقى كله بالسالب. سالب 3 سالب 6 ساين 30 سالب 6 ساين 45. لو انا جيت حسبت القوه دي هلاقي دول بسالب 3.95 طن، وهلاقي دي طلعت بسالب 10.24 طن. هل انا كده يبقى جبت الريزلتنت؟ لا، انا جبت المركبات بتاعه الريزلتنت مركبات المحصله. يعني انا عارف ان دول بيدوني في الاخر قوه ار اكس في الاتجاه السالب كده وقوه ار واي في الاتجاه السالب كده. تبقى الريزلتنت فين؟ ما بينهم يبقى اكيد الريزلتنت هنا ار. هو عامل اند سيتا؟ هو طيب يبقى كده الريزلتنت هتساوي ايه بقى؟ الجذر التربيعي بتاع ار اكس سكوير زائد ار واي سكوير واشوف هتساوي كام؟ طيب والسيتا؟ هو كان انفرس كان انفرس ار واي على ار اكس. لما اجي احسب دول هلاقي دي طلعت بكام؟ 9 طن والانجل طلعت 68.9 مللي. طب يا ترى هي الانجل 68؟ زود عليها الانجل عباره عن ايه؟
سألت عليها مرة ثانية. اللي هي عبارة يعني معناها ان دول محصلتهم هنا دي الار والانجل بتاعتنا اهي. طب انا عندي الثيتا 68.9 ديجري زائد 180 اجمع عليه زائد 180 هتطلع بتساوي كام؟ 248.9. المشكلة في المسألة دي اللي هي الكونكرنت فورسز. نيجي بعد كده للنون كونكرنت فورسز. كان ده كان ثاني عندك مثلا مرة اللي فاتت مش أول مرة تشوفوا فيها مسألة زي دي. 180 دي بتاعت احنا لما بنيجي نقيس الانجل في كونفنشن يعني عرف متبع في قياس الزاوية، يعني نقيس الزاوية من الاكس بوستل لحد الايه؟ لحد الريزلت. فلو جيت اقيس الزاوية من الاكس بوستل هلاقيني بلف دي كلها لحد ما اوصل للريزلت اللي هي في الربع الثاني. طب وهي في الربع الثاني؟ عشان قيمة الار اكس بالنيجاتيف وقيمة الار واي بالنيجاتيف اللي هي هنا وهنا، يبقى اكيد الريزلت هنا بقت في الربع الثاني. وعندي الانجل سيتا متناسب مع الهوريزونتال اللي هو بدل هي الستة اللي انا جايبها اللي هي 63 درجة هي الزاوية. طب عشان اقيسها من الاكس موجب تعمل ايه؟ هزود عليها 180. طب افرض هي كانت في الربع الرابع هتلاقي هي دي مع هي دي الزاوية، انا الزاوية مع الاكس فبالتالي هطرح 360 ناقص في الزاوية. طب افرض هي كانت هنا الزاوية هي برضه مع الاكس، هي دايما مع الاكس، تبقى 180 ناقص في الزاوية. لو هي في الربع الاول يبقى هي الزاوية نفسها. تعالوا نشوف مسألة على النون كونكرنت فورسز. المسألة دي رقم 1.9 في الكتاب. كوادي كونكرنت ولا نون كونكرنت؟ دلوقتي انا عندي المساله دي عشان احلها نفس الخطوات اللي كنت بعملها هنا اعملها هنا. ازاي هعمل ايه؟ اول حاجه اجيب ار اكس واشوفها بتساوي كام؟ اذا ار اكس هتساوي كام؟ كوادي في اتجاه اكس يبقى عندي 40 و40 160. طيب هل مع 40 بوستيف انا ار اكس بوستيف بتاعتي يبقى كام؟ 40 بوستيف زائد 40. طب وبالنسبه ل 160 دي هتطلع بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف صح؟ انا دي حلتها والمركبه بتاعتها اهي. طيب يا ترى الانجل دي 45 يبقى 160 كوساين 45 واشوف الار اكس بكام؟ نفس الكلام ار واي والبوستيف بتاعي فوق، مين الوحيده اللي هتعمل بوستيف ار واي؟ دول الاثنين دول اكس مفيش غيرهم، هما اكس ما فيش غير دي هي اللي هتعمل لي واي. طيب يا ترى المركبه بتاعتها بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف. نيجاتيف نزل تحت يبقى هتبقى 160 بالنيجاتيف ساين 45. طب والمومنت ده مش هيخش لا خالص ولا ار واي ولا دي لازم ليه في كده المحصله؟ ما فرقش اي حاجه خالص، الوحيدين اللي بيعملوا قوه هي قوه، المومنت بيعمل مومنت تمام. طيب بالنسبه للقوه انا عندي هما الثلاثه دول، الاثنين دول في اكس ودي ليها مركبه اكس ومركبه واي. فبالتالي بقى عندي دي بالشكل ده، لما اجي احسب الكلام ده هلاقي ار اكس طلعت 193 بوينت 1 فور طن
والار واي هتطلع بالنيجاتيف 113.14. المفروض كده الجواب مش هيطلع طبعا. طيب الطرح هو دي في الفروع الكام؟ دي موجب ولسانيتي. طيب يبقى كده ده معناها ان دول حصلتهم كده في الار اكس. والواي موجب ولسانيتي. يبقى انا سالتها في الربع الرابع. ان اكيد الريزلتنت مكانها هنا كده. طيب بص دي اكس انت دايما مع اكس انا بقول تان انفرس الواي على الاكس. طيب يبقى كده اقدر اقول ان الريزلتنت مكانها بتساوي جذر ار اكس سكوير زائد ار واي سكوير والثيتا تان انفرس ار واي على ار اكس. احسب الحاجتين دول حسب عليا على الكالكوليتر الاقي الرقمين دول بتساوي 223 4 كيلوغرام الاجل 30.3 سنتيمتر. طب يا ترى الاجل 30 امال المفروض تبقى ايه؟ 360 ناقص 30 ناقص 30 لانها هي الانجل. يعني الرقم ده هيطلع تقريبا 329.6. طب وانا كده خلصت نص المساله؟ انا لقيت الريزلت عرفت منها بكام؟ عرفت عامله انجل سيتا كام؟ بس يا ترى الريزلت دي البوينت اوف ابلكيشن بتاعتها في ايه؟ اللاين اوف اكشن بتاعها فين؟ لازم اعرف الكلام ده عن طريق ان انا اخد مومنت عند نقطه. طيب ازاي اخد المومنت؟ اختار عند اي نقطه بس احاول اختار اسهل نقطه. طب اعرف ازاي اسهل نقطه؟ اسهل نقطه اللي بتمر بيها اكبر عدد من القوه او اللي عندها قوه مايله. ليه؟ لانك انت لو خدت المومنت هنا هتضطر انك تحلل دي تبقى قوتين فبالتالي اسهل حاجه اخدها عند اللي عند القوه المايله. بعد كده ناخد المومنت نسمي النقطه دي نقطه او وهاجي اقول انا هاخد المومنت عند او واشوفه بيساوي بكام. طيب يا ترى المومنت عند او بيساوي كام؟ هاجي عند النقطه دي مين اللي بيعمل مومنت هنا؟ هاخد النقطه دي لو بصيت خلاص القوه دي طارت ان انا ايه؟ خليت القوه تمر بيها يبقى اكيد القوه دي هتعمل مومنت. القوه دي هتعمل مومنت قلت له يا شمس ما تردش على خط واحد لا دي 0.75 ودي نص فدي الارض بتاعها كام؟ ربع. طيب ودي الارض بتاعها كام؟ دول مجموعهم واحد ونص صح؟ طيرنا منهم الربع اللي فوق يبقى كام؟ يبقى الارض بتاعها واحد وربع. طب وبالنسبه للمومنت اليتيم ده اكيد برضه هيعمل مومنت. يبقى انا هفرض دلوقتي اشاره باتجاه المومنت ده هقول ان المومنت البوست اتجاه كده ام او البوست بتاعي كده. طيب يا ترى 30 دي موجب ولا سالب بالنسبه للاشاره اللي انا فرضتها؟ موجب بتلفت عكس عقارب الساعه يبقى اول حاجه اكتب هنا موجب 30. طيب مين اللي بيعمل مومنت تاني؟ الاربعينات دي زائد 40 تعالى نمسك دي بتعمل مومنت موجب ولا سالب؟ موجب. حرام عليك صحيح على النقطه دي دي هتعمل افات ازاي؟ دي موجب ايه اللي سالب؟ تمام. فبالتالي انا عندي 40 زائد 40 مضروبه في كام؟ واحد وربع ناقص 40 دي بقى اللي هتعمل سالب لان دي هتلفف مع عقارب الساعه. ناقص 40 مضروبه في ربع. طب انا كده من المنظر ده لو انا خدت 40 عامل مشترك هيبقى واحد وربع ناقص ربع واحد وربع ناقص ربع واحد يبقى دول هيديني كام؟ 40 صح؟ طيب ومعايا 30 بص بالنسبه كده بسيطه مش لازم كالكوليتر 40 30 يبقى دول مجموعهم 70. يا ترى الوحدات بتاعتهم ايه؟ الكيلوغرام ولا كيلوغرام متر؟ كيلوغرام. خلي بالك من ايه بقى؟ في فرق بين ان انا عمال بذاكر وفي فرق بين اني بحل امتحان. عشان تحل امتحان وتعرف تاخد الدرجه بتاعتك كويس كلنا بنعرف نحل او ممكن نقول كلنا فاهمين او لو حد ممكن يكون حد مش فاهم او بيجيب درجه احسن من حد فاهم. ليه؟ لان الاستاذ ان هو يعرف يجيب الدرجه. انا زمان لما كنت طالب زيكم كده كنت بعرف اخد الدرجات بتاعتي مش لازم اقعد اذاكر كتير واحد في نفسي. لا انت ممكن تاخد الدرجات باسهل طريقه ممكنه. ازاي؟ ان اطلع اقرا فاينل في الاخر كده مش هيحصل حاجه ان انا لو جيت قمت رحت ايه مبروز الكلام ده قلت الريزلت بتساوي رقم معين واجي اروح احط ده في بوكس كده جيت جبت الزاويه او ما اقول ان السيتا بتساوي كذا ليه؟
فكر بفكر مصحح، فكر بسكيل كبير شويه، ما تفكرش بالاطفال. لو انت فكرت بسكيل المصحح، المصحح مش هيدور على الخطوات بتاعتك لو انت مديله فاينل انسر صح، هو بيعلم 7000 ورقه، فبالتالي مش هيقعد يبص بقى انت عامل خطوات ايه. طالما شايف انك عامل خطوات تقريبا لقيت 40 صح ولقط الرقم الصح في الاخر، مش هيبص على العك اللي انت عامله هنا. فبالتالي حاول اعمل له هايلايت على الرقم بتاعك بحيث ان هو يروح للاجابه بسرعه. اختار الطريق السهل دايما، انك بتجيب لو بتجيب عزم عند نقطه بتجيب محصله، اختار الطريق اسهل. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بقول لك عندنا ثلاث معادلات بنعوض فيهم، سمشن اف اكس، سمشن اف واي، سمشن المومنت. شوف اسهل طريق، اخد المومنت الاول ولا اخد الريزلتنت في اكس الاول ولا الريزلتنت في واي الاول، زي ما انا هعملها كمان شويه. شوف اسهل طريق بيبقى ازاي. هنا مثلا جبت المومنت ب 70، فبالتالي اقوم في الاخر اقول له ده المومنت 70 واعمل له هايلايت عليه. كل واحده بتطلع عليها درجه، ما انساش اليونت. شغال كيلو جرام يبقى اكتب كيلو جرام، شغال طن اكتب طن، شغال كيلو جرام متر اكتب كيلو جرام متر، كل الكلام ده عليه درجات. عين فروك؟ طيب انا باخد مومنت هنا صح؟ مين اللي بيعمل مومنت؟ ال 40 دي وال 40 دي مومنت هنا. لا خط 8 طالع على 75 سم، اما دي نص مش مومنت. الوقت مش حد اشتغل ايه؟ حد اشتغل بالوقت. اعمال الوقت، لا مفيش حد بيشتكي من الوقت، كل الامتحانات بتتعجل على اساس الوقت، الوقت المحدد. ولو هي عايزه وقت زياده تلاقي فيها بونص. الاعداد برضه لا لا انت بتقيس على نفسك، احنا بنتكلم على مستوى الجامعه ولا ممكن انت تجربه. ايه؟ ايه لا استنى على 40، انا ما سالتش على 40، انا بس بقول لك ان الرقم ده كله كده 40 في ربع ناقص 40، 40 في ربع ناقص 40 في ربع بتساوي 40. تمام؟ بس عشان اجمعها بسرعه. طيب هو انا كده خلصت؟ لا انا جبت عزم شويه القمر دول حوالين النقطه دي. ما هو انا كنت بعمل الخطوه دي ليه اصلا؟ مش انا عارف عشان اعرف مكان المحصله. طب انا هعرف مكانها ازاي؟ ما هو اكيد عزم المحصله حوالين نفس النقطه بيساوي عزم الكومبوننتس اللي موجوده بره. طيب يا ترى يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان ام نوت اي اللي هي 70 اكيد هتساوي ار اللي هي المحصله مضروبه في مسافه دي عند نفس النقطه، يعني اكيد الار على بعد مسافه دي عن النقطه دي انا ما اعرفش هي كام. طب اعرف ازاي؟ بان يساوي ال 70 اللي هي عزم الكومبوننت بالار في دي اللي هو القوه في صراع العزم. طيب يبقى اذا انا عندي الار منها بتساوي 223.84 مضروبه في الدي، هطلع هنا ان دي بتساوي تقريبا 0.32 متر. 0.313 يعني كده بنجوزها. انا دلوقتي عرفت الريزلتنت وعرفت هي على بعد قد ايه، بس البعد ده ممكن دي ده يكون كده. يعني هنا دي 0.313 ودي 0.313 وهكذا، في عدد لا نهائي من النقط على بعد 30 سم من النقطه دي. يعني في هنا دايره كده نص مضرعه جنبها الرقم ده. القوه ممكن تكون هنا مثلا، هنا، هنا، ممكن تكون في اماكن كتيرة. طيب وانا اعرف مكانها ازاي؟ من السيتا اللي موجوده هنا واتجاه الدوران. طيب هنا اتجاه الدوران بتاع ال 70 ده ايه؟ الدايركشن ده مش انا فرض ان ده دايركشن البوست بتاعي ودي طلعت بوست، يبقى اذا اكيد القوه بتلف عكس عقارب الساعه، ده اول حاجه. يبقى اكيد الدايركشن اللي انا فرضه ده ايه؟ غلط، لان انا فرض هنا مع عقارب الساعه. طيب هي في الانجل بتاعتها في الربع كام؟ احنا جبنا الانجل 300 في الربع الرابع. طيب حاجه زي دي في الربع كام؟ لو انا جيت عملت اكس واي كده دي بقت كام؟ الربع الثالث. طيب قوه زي دي في الربع كام؟ الثاني صح؟ يبقى ادور على قوه الزاويه بتاعتها في الربع الرابع وبتلف في عكس عقارب الساعه زي ما انا عامل. طيب الكلام ده يحصل ازاي؟ نفس العقد اللي احنا كنا بنعمله ده. ادي دي وادي النقطة اهي اسمها رو، تعالى نرسم الدايرة تفتح الباب بتاعك بنص خط 30 سم. اللي في الربع الرابع انت ممكن ترسمها بروكي على فكرة، مش لازم ترسمها بالظبط. هتيجي
اللي في الربع الرابع هي القوة دي والقوة دي. طب انا عرفت ازاي ان هما في الربع الرابع؟ تعالى انت كده، دي في الربع الكام؟ في الربع الرابع صح؟ ودي في الربع الرابع. هما الاثنين دول الوحيدين اللي ليهم سيتا 30.36 وهما الوحيدين اللي في الربع الرابع، مش هتلاقي غير الاثنين دول. تمام؟ طيب انا المفروض القوة بتاعتي تبقى كده ودي كده، يا ترى اي واحدة فيهم المس القوة بتاعته وعرفنا ازاي؟ دلوقتي انا عرفت مكانها فين، هي هي دي، فاضل موضوع الدوران. دول شوية القوة اللي موجودة دي بتلفف عكس عقارب الساعة صح؟ يا ترى اي واحدة من دول بتلفف عكس عقارب الساعة؟ دي كده بتلفف عقارب الساعة، لكن دي بتلفف عكس عقارب الساعة، يبقى إذا القوة دي غلط مش هي دي، وإذا هي دي مكان الريزلتنت. أنا كده عملت إيه؟ جبت الماجنتيود بتاع الريزلتنت، جبت الدايركشن بتاعها اللي هو سيتا، جبت البوينت اوف ابلكيشن، جبت اللاين اوف اكشن. تمام؟ في مشاكل في المسألة بتاعت النون كونكرنت فورسز؟ انت بص تعمل ترسمها كروتي كده، مش لازم تقعد تقيس الزاوية، ممكن تجيب المنتنة واحدة واحدة على المقاس لحد ما تعرف الزاوية بكام. تمام؟ المثلث الارسطو. بس انا لو مستعجل عن حد ممكن خلاص، انا عمري حتى لو عملت مسألة برسمها كروتي والموضوع خلص، يعني ابقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. طيب في اي مشاكل؟ الكلام ده على فكره شرحته المره اللي فاتت، بس انا في مسائل زياده. نخش بقى في الكلام الجديد بتاعنا. الازازه دي متزنه ولا مش متزنه؟ متزنه ليه؟ واقفه هي وزنها كده، في رياكشن رابط عليها من كده، بس انا لو زقيتها كده خلاص هتتقلب وايه؟ هتبقى متزنه. طالما اتحركت بتزقها وتتحرك معاك يبقى هي جسم غير متزن. يعني دلوقتي المنشأة انت لو جيت بتزقه من تحت هيتزق معاك؟ ما بيتزقش. طب افرض جه ومشي وزقه، ممكن برضه ما يتزقش معاه لحد ما يوصل لحاله من الانستابيليتي بتاعته. تمام؟ ليه؟ لان هو قاوم القوه الخارجيه اللي بره بايه؟ مش بحركه، يعني دوت معمول كده. طب افرض انا كنت لازقها بغيرها من تحت، كان بغيرها عمال ايه؟ عمال بيشد الازازه، صح؟ يبقى تولد رياكشن رد عليا، لكن هنا طالما انت بتزق منشا بقوه عمال بيتحرك معاك، ده معناه ان هو غير متزن واسمه ميكانيزم. بمعنى تعالوا كده نركز مع بعض، شايفين الكاميرا اللي فوق دي؟ الكاميرا اللي فوق دي اسمها كاميرا. تمام؟ وده اسمه عمود اللي شايلها، واكيد في عمود اللي هي شايلها. لو انا جيت رسمتهم عندي هنا، ادي اهي الكاميرا، وادي اهو العمود، وادي العمود ده كده، وادي العمود ده كده. صح؟ مش ده الفريم ده؟ ده نسميه فريم. عمود، عمود وكاميرا، دول مع بعض الثلاثه دول مع بعض اسمهم فريم. وبعد كده ولنفترض ان احنا في الدور الاول ومحطوطين على حاجه اسمها قواعد. تمام؟ زي رجلي كده بالظبط، انا جسمي اهو شايل على عمودين، وبعدين رجلي بتاعتي هي القاعده اللي انا واقف عليها، ده نفس الكلام. ده جسم برضه، دي رجل ورجل، ودي الفوت بتاعتي. احنا بقى كان شايلين ما بنمسكش الشكل ده كده بالمنظر ده، بناخد السنتر لاين بتاعه كنوع من التسليم. ازاي؟ يعني انا لو عايز ارسم الكاميرا باجي ارسم السنتر لاين بتاعها بس. لو انا عايز ارسم العمود برسم السنتر لاين بتاعه بس. ازاي؟ يعني الشكل ده انا لو عايز امثله كمهندس انشائي بنعمل لاين كده، ده الكاميرا، لاين ده كده العمود، وده كده العمود. طب بالنسبه للقعده بنحط مكانها حاجه اسمها سبورت، اكيد عرفنا السبورتات دي من اعدادي. خدنا يعني ايه رولر، خدنا يعني ايه هينج، وعارفين يعني ايه فيكسر، صح؟ فانا لو عندي رولر عارفين بنمثله ازاي؟ بنمثله بروتين كده. طب لو هينج بنمثله بحاجه كده. تمام؟ نيجي ناخد الرياكشنز، هنبدا نتكلم في موضوع التفاصيل بتاع السبورت. طيب ده كده الفريم اللي هو موجود قدامنا. طيب تخيل ان ده ما كانش هينج وده كان رولر بالمنظر ده. ايه رايك لو انا سقيت البتاع ده كده؟ ده بقى عامل زي الكرسي بعجل، هتلاقيه عمال ايه؟ بيتحرك معاك، ده ما اسموش استراكشر، ما اسموش منشا، ما ينفعش يندرج تحت الخواص بتاعتنا خالص، ما ينفعش اطبق عليه قوانين الاستاتيك دي خالص. ليه؟ كل ما تزقه عمال بيفرغ القوه في ايه؟ حركه، ما بيفرغش القوه في رياكشنز، على عكس ده انت بتزقه عايز يعمل ايه؟ تخيل معايا الكرسي دوت، وادي العمود، وادي الكاميرا. الكرسي انت بتزقه كده، ايه اللي بيحصل ليه؟ الرجل دي اتخلعت من الارض، صح؟ اتشد. نفس الكلام هيحصل هنا، انت لما تيجي تزق ده هتلاقي الرجل دي اتخلعت، صح؟ فبالتالي لازم يبقى في سبورت ماسك، هو ده السبورت اللي ماسك. لو هي اتخلعت يبقى المنشأ ده انستيبل وغير متزن، ما ينفعش عليه ان انا اطبق القوانين ده.
قوانين. لكن تخيل الكرسي ده كان لازق بغلاف الارض، انت بتزقه هيعمل ايه؟ الغلاف ماسكه عمال بيشد. ليه؟ في رياكشن، في حاجه بترد عليك وانت عمال بتزقه. طيب انا لما زقت الكرسي ده ايه اللي حصل للرجل دي وايه اللي حصل للرجل اللي هناك؟ الرجل دي حصل عليها شد اتخلعت من الارض، الرجل الثانيه حصل عليها ايه؟ كومبريشن، صح؟ اتضغطت جوه الارض. نفس الكلام اللي على الفريم ده، اول ما تيجي تزقه بالقوه دي هتلاقي ده عايز يتخلع من الارض كده وده عايز يضغط في الارض كده، صح؟ الارض بقى هترد عليك ازاي؟ الارض هتلاقيها عايزه تشد ده تحت كده وده عايزه ترد عليك كده، تمام؟ ده بقى بنسميه الرياكشن. يعني ده بص كده عايزين نفرق ما بين حاجه، دي اكسترنال فورس عملت ايه؟ زقت المنشا بتاعه ولدت انترنال فورس جوه القطاعات، يعني ايه؟ عملت شد على العمود ده وعملت ضغط على العمود اللي هناك، طيب والارض بتاعتي عملت ايه؟ ماسكه العمود ده مش عايز تحركه، ودي رافعه العمود ده مش عايزه تضغط، يعني ايه؟ بترد رد عكسي، او بمعنى اخر الفريم بتاعي ده عايز يلف كده، صح؟ مش ده لما هتزق القوه كده عايز يلف؟ الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا كاونتر مومنت عكس المومنت اللي موجود، صح ولا ايه؟ تمام؟ فهو ده بقى اللي بنسميه عليه الرياكشنز اللي هناخده المره اللي جايه، دي الرياكشنز بتاعتي، هو ده رد الفعل اللي ايه؟ اللي موجود عندي، اللي ايه؟ اللي بيوزن المنشا، لو رد الفعل ده مش موجود المنشا بتاعي ان ستيبل، يعني لما اجي ازق الكرسي ده كده كده ان ستيبل، ليه؟ اتزق واتحرك جري، تمام؟ احنا المنشا بتاعتنا عمرها ما بتجري، لازم تفضل ثابته في الارض، يعني ينفع يجي زلزال المبنى بتاعك يروح 10 متر ويجي 10 متر، تمام؟ في انواع يعني هقول لكم برضه يعني بس عشان يبقى الكلام صح. هو لو انا بتكلم على زلزال، الزلزال ده انا عايز ايه؟ انا عايز المنشا بتاعي يطلع سليم بعد الهزه الارضيه، صح؟ طيب يطلع سليم ازاي؟ انا ممكن اقاوم قوه الزلزال دي بكذا حاجه. ممكن اقاومها ان المنشا بتاعي ما يتحركش ويفضل جاسد، وبالتالي القوه بتاعت الزلزال دي تولد انترنال فورسز في القطاعات، يعني شد الضغط والكلام ده، او ممكن اخلي المنشا بتاعي يفرغ طاقه الزلزال في حركه. يعني الزلزال ياخده يمين يروح معاه يمين، ياخده شمال يروح معاه شمال. في الحالتين المنشا ايه؟ المنشا ما اتكسرش. ده نظام وده نظام تاني. في نظام بيقول لك انا اقاوم الزلزال بقوه، يعني ايه قوه؟ قوه بداخل القطاعات كده. وفي نظام يقول لك انا اقاوم الزلزال بحركه. ما هو انا عندي الانرجي عباره عن ايه؟ قوه في الساحه. يعني لو عايز اعرف الانرجي اللي انا ابذلها على الجسم ده عشان يتحرك مسافه معينه. اضرب يعني اضرب القيمه بتاعت القوه في الازاحه اللي عملتها عرفت دي عرفت الانرجي. فبالتالي الكيرف بتاع الانرجي ده اي بيساوي بي مضروبه في دلتا قوه في ازاحه. اذا انا ممكن افرغ الانرجي يا اما بقوه يا اما بازاحه. هو برضه السلاسل دي نفس النظام، في مدرستين، مدرسه امريكيه ومدرسه يابانيه. الامريكانز بيقولوا لك ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ هنعمل قطاعات صغيره جدا ونفرغ طاقة الزلزال دي في حركة في المنشأ، يعني المنشأ يجي له زلزال يقعد يرقص معاه. المبنى يروح كده ويجي معاه يمين وشمال. في لا كونسبت تاني يقول لك لا أنا أعمل قطاعات قوية جدا وقطاعات فيري فيري ريجيد وبعدين المبنى يفضل ثابت في مكانه ما يتحركش، بس ده مقابل إيه؟ مقابل إن القطاعات دي هيتولد فيها قوة كبيرة. مش هقرب المفهوم لدماغك. عارفين زمان مش كانت العربيات تحس انها جامده شويه، عربيات تحس انها معموله بحديد الصبح 5 6 مللي ده، دلوقتي العربيات كلها صار. الكونسبت بتاع زمان انك تعمل عربيه قويه جدا، دلوقتي يقول لك لا انا اعمل عربيه فليكسبل. هو ليه؟ الموضوع مش توفيره بس، الموضوع متقاس على الحوادث والتصادمات. زمان العربيه القويه دي لما كانت تمشي وتعمل حركه كبيره جدا وبعدين تعمل حادثه، العربيه تخرج سليمه ما يحصلش فيها اي حاجه، دي لانها معموله من صفيح سليم. بس ايه اللي بيحصل؟ بتولد قوة عالية جدا على الناس اللي قاعدة فيها. يعني لو دي يعني مثلا لو بقول ميكروباص، الميكروباصات اللي هي معمولة من صفيح البلالين اللي هي صفيح التخين ده، لو مثلا عربية شيفروليه عملت حادثة مع الميكروباص، ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هتتدمر؟ العربيات اللي هي الشيفروليه تويوتا والحاجات دي، مع ان دي اغلى من دي، بس دي معمولة من صفيح، لكن دي معمولة من نظام تاني. هنا الكونسبت بتاع الديزاين بتاعها مبني على حاجة وده مبني على حاجة. لو حصل تصادم دي بتفرق قوة الصدمة في قوة داخل الناس اللي جوه، يعني هتلاقي الناس اللي جوه ماتت، أما دي بتاع العربية إيه؟ اتطبقت وبقت حاجة قد كده، فرغت طاقة الصدمة في إيه؟ في تشنجلات في جسم العربية. هو الكونسبت إن أنا أفرغ الطاقة يا إما في قوة يا إما في حركة. سيبنا من النقطة دي، أنا بس عايز أقول لك إن الموضوع كله مش مبني على الرياكشنز بس، إن أنا ممكن أفرغ الكلام ده في حركة. نرجع لموضوع الرياكشنز تاني، أنا بزق الكلام ده فبالتالي هما دول الاثنين
اللي بيوزنوا الشكل ده. طيب تعالى كده، هل لو جيت بشكل تاني حاجه كده، ايه رايك في الشكل ده لو انا حطيت عليه جوه كده؟ عارفين دي ايه؟ دي انترميديت هينج. فاكرين انترميديت هينج بتاعت المفصله بتاعت التراس؟ مش مفصله التراس دي بتسمح بدوران زي الكوعي كده. لو انا جيت احط قوه على ده مش هيتولد رياكشنز خالص، تحط قوه هتلاقي بتاع عمال ينزل معاك بينزل معاك. ده ما يبقاش ستراكشر، ما يبقاش موشن، ده اسمه ميكانيزم. ميكانيزم يعني كل ما تديله قوه يقعد يتحرك معاك. يعني انا لو حطيت 10 هتلاقي جت كده، حطيت قوه اكتر تلاقي جت كذا كذا، والدراع عمال بيتفرد معاك. احنا دي عمرها ده بنسميه ان ستيبل ستراكشر. يعني ايه ان ستيبل؟ منشا غير متزن. تمام؟ انا بقى مهمتي ايه دلوقتي على الستيب الصغير اللي احنا فيه ده؟ انا مهمتي ان هيديني مجموعه من القوى يقول لي انا عايز اوزنها، عايز اشوف ايه القوى اللي تتزن مع القوى دي. يعني شايفين المساله دي؟ المساله دي انا كنت بقول لك ايه؟ انا عايز الريزلتنت بتوع دول، صح؟ انا جبت الريزلتنت بتوع دول ازاي؟ عملت ايه؟ جبت الاف اكس وجبت الاف واي وهكذا، دي الريزلتنت بتاعها. يعني دي مكافاه لدول. يعني لو جيت جمعت دول في اكس وجمعتهم في واي هيدوني بي. طيب تعالى كده، انا لو خدت القوه دي هي نفسها بس عكست اتجاهها، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان دول تيجي تجمع الاكس بتاعهم كده تلاقي دي الاكس بتاعها كده، فهي بتتزن معاهم. تيجي تجمع بتوع واي دول كده هتلاقي دي طالعه لفوق بتتزن معاهم. هتلاقي دول بيعملوا مومنت كده هتلاقي دي بتعمل مومنت العكس. يبقى هي دي الاكوليبريم بتاع الايه؟ بتاع الدول. يبقى الاتزان عكس الايه؟ عكس الكلام اللي انا عملته دلوقتي. طيب تعالوا كده نفرق ما بين المسائل بتاع الريزولت والمسائل بتاعه الاتزان. بص بقى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الضلع ده اسمه A والضلع ده اسمه B والضلع ده اسمه C. بص عشان بس نفرق ما بين المسائل، انا بقول لك انا عايز الثلاثه كومبوننت اللي في اتجاه A واتجاه B واتجاه C اللي يكافئوا القوه دي. هل دي مساله اتزان؟ لا دي مش مساله اتزان، انا بقول لك يكافئها. يعني ايه يكافئها؟ يعني نساويها في المقدار والاتجاه. المسألة دي النص بتاعها بيقول لك ايه؟ Find the equivalence A and B and C. يعني بص نص المسألة ريزولف ذا سوري. يعني خلينا في الريزولف في الأول. ريزولف ذا فورس B اللي هي 9 طن للتلاتة دول A و B و C. ريزولف يعني ايه؟ يعني حلل لي التلاتة قوة دول سوري حلل لي القوة دي لتلاتة قوة A و B و C يكافئوها في المقدار وفي الاتجاه. تمام الكلام ده؟ طب تخيل دي بقى لو كانت العكس. قال لك Find the equivalence A و B و C، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى عكس خالص. يعني انا لو كنت مطلع A ب 10 في الريزولت هتبقى نيجاتيف 10. لو مطلع B ب 15 في الاتجاه ده هتبقى 15 العكس. لان الريزولت انت بتوجد ثلاثه قوى مساويين لي مقدارا 9 ومساويين ليها اتجاها. يعني ايه اتجاها؟ يعني لو دي الاكس بتاعتها لو انا جيت حللتها مش كده وكده صح؟ يعني هتبقى واحده تحت واحده فوق. لو انا بقول لك ريزولت ان المفروض ان انت لما تفرض الثلاثه القوى دول مجموعهم هيديك اكس كده ومجموعهم هيديك واي كده. طيب انا لو بقول لك فايند الايكوليبريس انا عايز الثلاثه دول اللي يتزنوا معايا، اكيد دول مجموعهم يبقى الاكس بتاعتهم كده صح؟ مجموعهم يبقى الواي بتاعتهم لفوق. ليه؟ لان انا لو جمعت نيجاتيف اكس مع الاكس هتطيرها، جمعت نيجاتيف واي مع واي هتطيرها، ونفس الكلام في النقط. طيب تعالى كده ناخدها واحدة واحدة. أول حاجة رقم واحد، المسألة دي رقم 3-1 ريزولت ذا فورس بي ذا
ان بي ان سي. حلل لي دي باف ايه؟ باف بي باف سي. طب تعالى نحللها مع بعض. بص كده ركز معايا. تقدر تفرض اف ايه واف بي في اي اتجاه يعجبك، يعني انت ممكن تقدر تقول ان اف ايه كده واف بي كده مثلا واف سي كده، اي اتجاه يعجبك. بس يفضل انك تفرض الاتجاه صح من الاول. طب انا هعرفها ازاي؟ مثلا المفروض انا لو بقول لك ريزولف يعني عزم كل القوة دي حوالين اي نقطه بيساوي عزم حوالي، صح؟ يبقى اذا انا لو باخد العزم حوالين النقطه دي، طب مش معنى انا اخترت النقطه دي لان بر بيها بي يو سي، صح؟ بر بيها قوه دي وقوه دي. فاذا انا لما اخد عزم الثلاثه قوه دول حوالين النقطه دي، اف سي مضروبه في ارم زيرو، اف بي مضروبه في ارم زيرو، اف ليها ار، هل هي بتلف مع التسعه ولا عكسها؟ مع التسعه، لان انا خدت المومنت دي بتلف كده والتسعه برضه بتلف. انا لسه ما خدتش النقطه، انا بقول ازاي اخد الاتجاه صح، انا لسه ما خدتهاش. انا بقول هل فرض الاي دي، هل دي ده هو الاتجاه الصح بتاعها؟ اه الاتجاه الصح. ليه؟ لان هي لازم تبقى في الاتجاه ده عشان تدي عزم في نفس الاتجاه ده. طب افرض انا عايز اعرف الاتجاه الصح بتاع دي، اعرف على النقطه دي، طيرت الاثنين دول، اف سي في الاتجاه ده صح. ليه؟ لانها بتلفف مع التسعه. طب افرض انا عايز اعرف بي، اعرف على النقطه دي، ليه النقطه دي؟ عشان دي اف سي بتمر بيها وامتداد اف ايه بيمر بيها، فبالتالي دي بتلفف كده مع التسعه. فانا فرضت الثلاثه قوى في الاتجاهات من الاول صح. طب افرض انا فرضتهم برضه عادي مفيش مشكله، مش عادي الثلاث قوى تبقى نيجاتيف، قول ان ده هيبقى اوبزيت دايركشن. طيب حل المساله دي ازاي؟ حلها انك المفروض تساوي اف اكس دول بالاف اكس بتاع دي مقدارا واتجاهات، وتساوي الاف واي بتاع دول بالاف واي بتاع دي مقدارا واتجاهات. طيب ازاي؟ هاجي كده اقول سمشن بتاع الاف اكس مش بيساوي زيرو، انا مش بقول سم اوف اكس ما بعملش التزايد، انا هجيب السم اوف اكس مجموع القوى دي في اتجاه اكس والموجب بتاعي انا هفرضه كده. شوف برضه العكس ليه؟ عشان يبقى مع التسعه. طيب تعالى كده نشوفها. اول حاجه المفروض الاف اكس بتاع دي لوحدها يساوي الاف اكس بتاع دول. طب سؤال بقى، ايه اسهل حاجه ابدا بيها؟ اسهل حاجه ابدا بيها هي ايه؟ طيب دلوقتي لو جبت سمشن اف اوف اكس، ايه القوه اللي هتظهر معايا على النص؟ اسهل حاجه هيظهر معايا الاف ايه لانها في اكس، والمركبه بتاعت اف دي هطلع معادلتين في مجهولين. انا بحاول اتجنب الموضوع ده على قد ما اقدر. اقدر ليه؟ انا عايز معادله في انون واحد. ايه المعادله اللي تجيب لي حاجه في انون واحد؟ مومنت حوالين النقطه دي او مومنت حوالين النقطه دي. على فكره الكلام ده صح، يعني انا كنت بدات كده صح، بس كنت اضطر ان انا اقعد احل معادلتين في مجهولين، معادلتين في مجهولين واخد وقت. حاول زي ما قلت لك كده تكسب درجات على قد ما تقدر، كل ما هتحل معادلات مع بعض كل ما احتماليه الخطا انها تكبر، فبالتالي ممكن تغلط في المساله وتضيع الدرجه بتاعتك. طيب دلوقتي تعالى نجيب المومنت حوالين النقطه وليكن دي، نسمي النقطه دي او، وبعد كده هقول له المومنت اباوت او بيساوي، وهفرض ان الاتجاه بتاعي البوزيتيف هو ده. المفروض ان المومنت اللي بتعمله القوه دي بيساوي المومنت اللي بتعمله الثلاثه قوى دي. طيب تعالى نشوف المومنت اللي بتعمله القوه دي. هحولها للمركبتين 9 ساين 45 و9 كوزاين 45. 9 ساين 45 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شايف الاتجاه البوزيتيف اهو؟ بوزيتيف. ده بالعكس عارف الساعه مضروبه في كام بقى؟ هجيب مومنت في الارض ده سكول اللي هو 6 زائد دي زائد لان ده برضه عكس عقارب الساعه اللي هي 9 كوزاين 45 مضروبه في كام؟ 4. تبقى ارتفاع الكتل ده اللي هو 4. المفروض الكلام ده بقى بيساوي ايه؟ خلاص شفت المحصله، تعالى نمسك الكومبوننت بيساوي دي مضروبه في الارض بتاعها ودي في الارض بتاعها ودي في الارض بتاعها. الاثنين دول بيمروا بالنقطه اللي انا هفضل عندها المومنت، يبقى الارض بتاعهم بزيرو. يبقى اذا اف ايه مضروبه في 4 واجيب من المعادله دي اف ايه. وشوف هتساوي كام؟ حاجه احلها هلاقي اف ايه بتساوي 15 بوينت 8 درجه. طيب ايه اللي خلاني اعمل اه اعمل
اقدر احط العمود اه بقى التوسع بقى وهيقل العمود وشوف كام ايه ده اللي بيقفل اعمله لو انت بتعرف تشتغل جيومتري كويس اشتغل براحتك. انا بالنسبه لي انا بحب اشتغل سيستماتيك امشي طبيعي 1 2 3 لو انت راجل بتاع عياره والدنيا مخلصه معاك وبتعرف تشتغل في الجيومتري هات العمود واشتغل عادي. طيب عندك بعد كده انا جبت الاف اي صح؟ طب لو انا اخدت سبميشن اف اكس هيظهر لي الاف بي فهقدر اجيبها يبقى اخش على معادله ثانيه. طب ليه ما ابداش اف واي؟ لان اف واي هيخش معايا اف سي واف بي في المعادله صح؟ فبالتالي ابدا باف اكس سبميشن اف اكس هفرض البوست اتجاهي كده ليه؟ عشان يبقى مع اتجاه دي. طيب دي المركبه بتاعتنا في اكس كام؟ 9 كوزاين 45 المفروض ديت هتساوي اللي بيعمله دول هتساوي كام بقى؟ عندي اف ايه بالنيجاتيف ولا بالبوستيف؟ بالبوستيف ليه؟ لان الدايركشن بتاعي هو ده البوستيف يبقى اذا 15.9. طيب اف بي لما هاجي احللها هتلاقي اف بي واحده كده وواحده كده. طب حد يعرف يجيب لنا التحليل ده؟ لو انا فرض ان دي سيتا هتبقى دي سيتا صح؟ حد يعرف يجيب لنا كوزاين سيتا وساين سيتا؟ كوزاين سيتا ساين سيتا ساين سيتا ساين سيتا صح؟ 4 على 5 و3 على 5. طيب هنا دي هتبقى اف بي كوزاين ولا ساين؟ اف بي بدل السيتا هتبقى السيتا تبقى اف بي كوزاين ودي ساين سيتا. طيب يبقى كده عندي اف بي ساين سيتا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف يبقى نيجاتيف اف بي ساين سيتا بس خالص لان ده مش عزم ده قوه انا بجيب محصله قوه هنا فوق انا كنت بضربها في 4 عشان ماما. طيب بعد ما احلها المعادله دي في كام قانون؟ واحد اللي هو اف بي ساين سيتا طبعا اقدر اشيلها واحط مكانها حوالي 6 حتى حسب اف بي هنلاقيها بتساوي 15.1. طيب بعد كده مش فاضل غير المعادله الثالثه اللي هي سبميشن اف واي بيساوي 0. دي هجيبها ازاي؟ هاجي اشوف الاف واي بتاع دي هقول مثلا ان ده البوست بتاعي اللي هو بتاعه يبقى اذا 9 ساين 45 المفروض ان هو هيتساوي نيجاتيف اف سي اللي انا فرضها لفوق والاف بي نيجاتيف ولا بوستيف؟ بوستيف اف بي كوزاين 45 كوزاين تبقى 15 كوزاين سيتا هنا كانت بوينت 8 اقدر اشيلها واحط مكانها بوينت 8 واعرف والاف سي انا لسه جايبها في الاعداد من جايب الاف بي 15.9 هاجي احسب الاف سي هلاقيها بتساوي 6.36. تمام كده حد عنده اي مشكله في المساله دي؟ هما 3 معادلات بطبع فيهم المومنت اف اكس اف واي تمام. طيب تخيل بقى لو كانت المساله دي اتعكست قال لك فايند ذا اكويفالنس اي وبي سي دول بيعملوا ايه؟ دول بيدوني اف اكس كده واف واي كده في نفس اتجاه وكمان بيعملوا مومنت في نفس اتجاه الدوران بتاعتي. الاكويفالنس بقى ان الفورس بقى تبقى معكوسه يعني هتلاقي لو انت بتحسبها اكويفالنس هتلاقي اف اي كده بنفس المقدار بس الاتجاه معكوس وهتلاقي اف بي كده نفس المقدار بس الاتجاه معكوس وهنا دول بقى بيعملوا ايه؟ بيعملوا قوة شكلها عامل محصلتهم عامل كده عكس اللي هي دي. لو انت جمعت الاثنين دول الاثنين بيساووا زيرو لان دي كانت اتجاه واتجاه تاني. جيت تجيب المومنت عند اي نقطه اجمع الاكوليبيانس دول واجمع دي هتلاقيهم بيساووا ايه؟ بيساووا ايه؟ ده اللي هي المساله بتاعت الاكوليبيانس. حد عنده مشكله فيها؟ طيب تعالوا كده نحل مساله على انا كان ممكن بدل ما ناخد معادله فيكس او مومنت ممكن تاخد معادله مومنت ثانيه بالظبط. يعني انا اقدر اخد المومنت عند النقطه دي والمومنت عند النقطه دي والمومنت عند النقطه دي. اهم حاجه ان الثلاث نقط ما تكونش على خط واحد تمام. الثلاث يعني ممكن موجودين زي هنا وهنا هنا
وهنا تمام. تعالى كده نشوف مسألة. عايزك تفاين اف اي واف بي واف سي which build the system of force in equilibrium، اللي هي تخلي السيستم ده equilibrium تمام؟ طيب هعمل ايه؟ المفروض عشان السيستم ده يبقى in equilibrium لازم يطبق الثلاث معادلات دول. مجموع القوة دي كلها اللي هم اللي هيعملوا الايكوليبريم مع القوة الخارجية بيساوي زيرو في اكس وواي، ولو انا جبت المومنت عند اي نقطة المفروض يساوي ايه؟ يساوي زيرو. هم ثلاث معادلات، سمشن اف اكس بيساوي زيرو، سمشن اف واي بيساوي زيرو، سمشن المومنت بيساوي زيرو. على عكس المساله دي، سمشن اف اكس بتاعت دي بيساوي سمشن اف اكس بتاعت دي، سمشن اف واي بتاعت دي بيساوي سمشن اف واي بتاعت دي، سمشن المومنت بتاعت دي بيساوي سمشن المومنت بتاعت دي. اما هنا مجموع كل دول المفروض يساوي زيرو، اكس وواي وواي. طيب يبقى تعالى كده نشوف اول معادله. طب يا ترى ايه اسهل حاجه ابدا بيها؟ أول معدل حديدة يقول ها سهلة جدا. أول معدل جدي معدل F1 عرف عليك F1 كان هنا نومز FX FX لو أنا خدت سميشن FX وقلت إنها بتساوي زيرو، عشان برضه الناس اللي متلخبطة ومش عارفة سيستم الدنيا، أول ما تلاقي معدل فيها فايند الايكوليبريمز على طول تقول سميشن اف اكس بتساوي واجمع القوى اللي في اكس. اول ما تلاقي معدل يقول لك ريزولت هات الاكس بتاعت الحاصله وهات الاكس بتاعت الكومبوننتس وتساويهم ببعض. هنا طالما انا هنا بيقول لي فايند الايكوليبريمز هعمل ايه؟ اول حاجه افكر فيها اخبط اكس بتساوي زيرو، وهنا سميشن اف اكس بتساوي زيرو، واجمع كل الاكسات اللي هنا. مين القوى اللي بتعمل اكس؟ وانا فرض الاتجاه انت بتلاقي كده اف سي، وبعد كده مين تاني؟ الخمسه ده السالب في حاجه تاني؟ في اه اللي هي خمسه جذر. حد عارف ان هي بتاعتها كام؟ ده مثلث متساوي السطحين صح؟ الانجل بتاعهم دي بتساوي الانجل. طب ودي 90 يبقى ده كام؟ طب ودي 45 برضه، والانجل دي 90 هتبقى دي 90 فهتبقى دي 45 درجه. طيب يبقى اذا انا عندي ناقص ولا زائد؟ ناقص 5 جذر 2 مضروبه زائد 45، حل القوه دي ومركبه اكس ومركبه واي، المفروض الكلام ده بيساوي زيرو. احسب دول الاكس هي بتساوي 10
بعد كده عندي سبميشن اجيب اف واي اجيب المومنت ليه ما اجيبش اف واي هتطلع لي معادله في مانوال ايه؟ لكن لو جبت المومنت عند النقطه دي هتبقى المعادله في القانون ده والقانون اللي انا لسه جايبه فبقت معادله في مانوال واحد. يبقى لما اقول سبميشن المومنت مثلا اراوت النقطه ايه بيساوي زيرو وهفرض ان الاتجاه المنكر كده يبقى اذا اف بي دي الار فتحه كام؟ أربعة. كام بقى؟ يبقى اف بي مضروبه في اخر المومنت حواليه المومنت. طيب خلصت من اول قوه. طب و16 نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف 16 مضروبه في 4 فاضل لي قوه كمان؟ اه فاضل لي اف سي مضروبه في كام؟ 4 نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. اف سي ب 10 مضروبه في 4 خلصت من اف سي لسه ب 5 نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف 5 في 2 فاضل لي ال 5 جاز 2 ممكن اعمل ايه؟ ممكن احللها واجيب الكوزاين والساين بتاعها وممكن اعمل زي ما كان زمان عايز اشتغل جوابين كده دي سهله بقى هعمل ايه؟ هلاقي دي كده شايفين الضلع ده؟ طيب لو انا خدت عمودي كده مش الزاويه دي 45 ودي 45 ودي 90 صح؟ وانا عندي طول الضلع ده 2 وطول الضلع ده 2 طب يا ترى طول الضلع ده كام؟ 2 جذر 2 ويبقى البعد ده كام برضه؟ 2 جذر 2 فهقدر اضرب ال 5 جذر 2 في البعد العمودي اللي هو 2 جذر 2 وهتبقى البعد السالب يبقى 5 جذر 2 في 2 جذر 2 ماليش في الجوبت ومحسس ان الدنيا هتتعمل مني حللها خمسه كده وخمسه كده واضرب كل واحده في البعد الافقي او الراس بتاعها. هساوي الكلام ده كله في الزيرو الاقي الاف بي بتاعتي على فكره انا هنا حليت معادلتين في مجهولين يعني جبت سمشن اف واي طلعت المعادله اف ايه واف بي وجبت سمشن هوم طلعت المعادله اف ايه واف بي حليتهم جبت الاف ايه والاف بي لو انت حسبت الاف بي هتلاقي بتساوي 14 وربع طن. طيب المعادله الثالثه بقى اللي فضلنا اللي هي سبمشن اف واي وهفرض ان الاتجاه البوست بتاعي فوق يساوي زيرو هيبقى عندي اف بي ناقص 16 عندي حاجه ثانيه اف واي عندي 5 جذر 2 مضروبه في ساين 45 يساوي دي هتلاقيها 5 تطلع 21 تقريبا اف بي ثانية سوري نسينا اف اي لما اقول سبشن اف واي عندي اف بي واف اي 16 وال 5 جذر 2 المركبة بتاعتها اف اي لسه جايبينها ب 10 يبقى زائد 10 الرقم ده كله على بعضه كده زائد ناقص 16 بعد كده زائد اف دي بعد كده مركبة الخمسة جذر 2 يبقى سالب 5 جذر 2 ساين 45 ده تحت وفي الكلام ده كله زيرو نشيل الاف دي ونشيل دي نحط مكانها كام؟ 14 وربع اللي انا لسه جايبها اذا الاف اي بتاعتي هلاقيها بتساوي 6.75 تمام؟ ده كده يبقى انا حليت الكولاب ده معناها ان الثلاثه قوى دول ان هي اف سي ب 10 طن اف بي ب 14 وربع اف اي ب 6.75 هم الثلاثه القوى اللي هيعملوا اتزان مع السيستم اوف فورسز دول يعني ايه اتزان؟ يعني هيخلوا الشكل دوت ستيبل ستيبل يعني سمشن اف اكس بتساوي زيرو سمشن اف واي بتساوي زيرو سمشن المومنت بيساوي زيرو احفظ القاعده دي لحد اخر يوم دروس مدني هتلاقيك عملت تطبقها عشان تحل اي منشا عشان احل اي منشا واعرف الرياكشنز اللي عليه دي بنسميها رياكشنز انا محتاج سبورت يمسك دول كده يعني ده لما نيجي ناخدها في البروسيس هتلاقي ده المثلث ده كده هتلاقي هنا في رولر
وهنا في رولر وهنا في رولر. هما دول الثلاثة رياكشنز اللي في الرولر اللي هي اف بي واف اي واف سي. دول الثلاثة رياكشنز اللي هيمسكوا الشكل دوت ويخلوه ستيبل. فهي دي اللي بنسميها الايكوليبريتس. خلي بالكم بيجي عليها اسئله في الدكتور فعايزين نركز فيها. دايما يسال يقول لك فايند الايكوليبريتس او ريزولف. فانت بقى ايه ظبط نفسك في المسائل. هنا ممكن اي حد يصور بالموبايل زي ما انتم صوروا بالموبايل لحد شويه مسائل هنا. لا اه لسه فاضل مساله اللي هي مساله السر. ممكن حد يصوره كده يصوره بس بالموبايل وعندك اي حته خشبه راكنها على السطح خشب من تحت وسطح سموس من فوق. ده باشمهندس هتفرق ايه سموس من فوق؟ هتفرق لو انت رجعت للميكانيكا بتاعت زمان لو انت عندك مستوى كده بالمنظر ده وبيتحرك عليه جسم. الجسم ده ليه وزن من تحت. لو انتوا فاكرين كنت بتحلل الوزن ده لما تجيبها في اكس ولما تجيبها في واي. وكنت بتقول ان في هنا مقاومه للسطح اسمها ميو في ان صح؟ ان اللي هي ايه؟ النورمال فورس اللي موجوده هنا. معامل بيعتمد على خشونه السطح. كانت النيو دي كنت بتجيبها بتقول انها معامل بتاع فريكشن بتساوي تقريبا 0.3. طب افرض السطح بتاعك مش خشن، سطح ناعم ازاز، يعني انت كانك جايب سلم وسندته على ازاز من تحت وخشب، سوري ازاز من الجنب دوت وخشب من تحت. السلم هنا هل في حاجه تمنعه ان هو ينزل؟ مفيش حاجه تمنعه ان هو ينزل، انت بتزحلق على الازاز، لكن الخشب صعب قوي ان هو ايه يتحرك عليه، في حاجه عماله بتحك فيه، صح؟ فبالتالي هنا هتلاقي السلم ده بيلاقي مقاومه كده في الدايركشن ده عشان السطح ده ايه؟ خشن، دي مقاومه. طب لو كان السطح ده ازاز هل كان ايه تبقى موجوده؟ لا هيتزحلق عليه عادي. ونفس الكلام في حاجه كده رد فعل المنظر ده. تعالى نعمل نفس الكلام ده فوق. هنا اقدر اقول ان السطح ده دي مقاومه في الاتجاه الفيرتيكال. ليه؟ لان ده ازاز هيقدر الشكل ده عمل ايه؟ السلم عمال بيتحرك عليه مفيش حاجه بتمنعه، لكن في رد فعل كده لان ده ساند عليه. لما انت هتحط السلم ساند على الجسم عمال بيدوس عليه فالحيطه ردت عليه رد الفعل ده. تمام؟ يعني انا كده لما اجي انا واقف على الشكل ده كده وعامل كده تحت هنا انا عامل وزن وهنا انا عامل ايه؟ عامل ضغط كده فده ردت عليا. طيب يبقى كده. طب هو افرض جاي ينفع يجي في المساله يقول لي السطح ده خشن والسطح ده خشن؟ هو ينفع عادي يكون مشكله حاطط على خشب على بس انت مش هتعرف تحلها. ليه مش هعرف احلها؟ عشان موضوع المعادلات. يبقى عندك اربعه ايونز، اثنين اكس وواي واثنين اكس وواي، وعندك ثلاث معادلات اتزان سمشن اف اكس سمشن اف واي سمشن اف واي. هتعمل ايه؟ اربع معادلات، سوري ثلاث معادلات، اربع ملايين، مش هتعرف تحل المعادله دي، محتاج معادله رابعه. فبالتالي هو الاخر ان هو نعمل حاجه بالمنظر ده. طيب تعالى نشوف المساله اللي بعد. انا لو هسمي الار دي ار اكس هسمي النقطه دي ايه؟ ار دي ار دي هسمي دي ار اكس ودي ار واي ودي ار اي. طيب مش ار اكس وار واي دول اكيد ليهم محصله؟ عشان انا عندي هو كده هو كده بيتلاقوا في نقطه اقدر اجيب المحصله بتاعتهم اللي هي ار واقدر اجيب الانجل اللي هي سيتا. يبقى اذا انا اقدر اشكل ار اي ار اكس وار واي زي ما انا عايز بس هما برضه هيفضلوا اتنين انون. يعني انت كده ما تفكرش انك انت استنصحت وخليت ار بقت انون واحد، انت لسه عندك السيتا برضه ناقصه فبالتالي بقى الفانكشن في الار والسيتا. ليه؟ لان يعني دلوقتي عندك ار اكس بتساوي ار كوساين سيتا وار واي بتساوي ار ساين سيتا. طيب اعمل ايه عشان احل الكلام ده؟ هطبق ثلاث معادلات ازاي يبقى في الدور. طيب اسهل حاجه اعملها ايه؟ عشان احل الشكل ده اختار انهي معادله الاتزان الاول؟ ار واي ولا ار اكس؟ ار اكس هتديك معادله فيها ار انون فيها سيتا انون وفيها ار اي انون ثلاثه انون. لكن انا لو خدت ار واي هيطلع معايا المعادله اللي هي ار ساين سيتا والميه. فاذا لو انا بدات اول معادله سمشن اف اكس بتساوي زيرو يبقى ار ساين سيتا لو فرضت
سوري واي بتساوي 0 هو ده البوستر يبقى ار ساين ثيتا ناقص 100 بيساوي 0 صح؟ يبقى ار ساين ثيتا بتساوي 100 ده حلو. طيب على فكره ده ممكن لازم انت عايز تبدا باكس عايز تبدا بمومنت براحتك اللي يعجبك. طيب تعالى كده ناخد المومنت اباوت ايه؟ واقول لك ليه عايزين نبدا باكس. ما انا هقول لك ليه انا هاخد اباوت ايه دلوقتي؟ لو انا خدت المومنت ام ايه وقلت ان هو بيساوي زيرو وبعدين قررت ان الاتجاه البوستر كده. يعني باخد هنا المومنت واشوف الاتجاه البوستر بتاعه عامل ازاي. هيطلع معاك ار ساين ثيتا مضروبه ديستنس دي 2.4 مع 10 ودي 2.4 مع 10. يبقى اذا عندك ار ساين ثيتا مضروبه في 2.4 مع 10 صح؟ دي اول قوه. طيب تاني قوه بنيجاتيف ولا بنبوستد؟ عندك دي بص دي بتلفف كده ودي بتلفف عكسها فدي هتبقى بالنيجاتيف. بتلفف كده مش فاهم؟ صح؟ لكن دي بتلفف كده معنى كده احنا فرض. يبقى اذا ار كوساين ثيتا مضروبه في 2.4 من 10 هي دي القوه اللي هي موجوده هنا دي مضروبه في 2.8 كده انا خلصت من القوتين دول. فاضل لي 100 نيجاتيف 100 مضروبة في 1.2 ده ايه؟ ده المسافة دي 1.2 الكلام ده بيساوي زيرو. لو انا لاحظت فوق انا عندي ار ساين ثيتا بكام؟ ب 100 يعني اقدر اشيل دي واحط 100. طيب يبقى كده هطلع من هنا بايه؟ 100 يا باشمهندس تبقى ار كوساين ثيتا هنا عندك 100 في 1.2 وهنا عندك 100 في 2.4 يبقى عندك 100 1.2 مقسومة على 2.4 يعني لما اجرب الكلمة دي هتلاقي هنا عندك 100 هاخد عدد مشترك هيبقى 2.4 مقسوم 1.2 فبالتالي هتديني 100 في 1.2 وهودي الناحية التانية واكسب على 2.4 هلاقي الرقم ده بيساوي 50 فدي هنا ده واحد هنا هتلاقي هنا فهي بتساوي 50 كده بقى معايا ار كوساين وار ساين. ايه رايك لو خدناهم مع بعض؟ هيديني ايه؟ تان ثيتا صح؟ لو قسمت ار ساين على ار كوساين هيديني تان ثيتا هيساوي ايه بقى؟ 100 على 50 هيساوي مين؟ اعرف ان ثيتا بتساوي تان انفرس دي مشروطه بتساوي كام؟ طب هو انا مش لو عرفت الثيتا هقدر اعرف الار؟ الار هتساوي ايه؟ ثيتا هتلاقيها بتساوي 63.43 وبعد كده هلاقي الار بقى هعوض بقى في المعادله دي هتساوي 100 على ساين ثيتا ار بي هنعملها ب 111.8 كيلو كده انا عرفت الار والثيتا ما كانش ليها حل تاني غير كده. بعد كده سهل جدا ان انا اقف عند النقطه دي واجيب المومنت يعني حساب النقطه دي بقى اقول المومنت او على فكره ممكن اجيبها من اكس يعني اقول 19 في اكس براحتك يعجبك مومنت اف اكس الاثنين هيمشوا. لما اقول سمشن اف اكس بيساوي زيرو واخد الاتجاه البوستر بتاعي كده ايه اللي هيظهر معايا؟ هيظهر معايا ار اي ناقص ار كوساين ثيتا. الكلام ده بيساوي زيرو. طب انا لسه جايب الار ولسه جايب الثيتا هعوض الار كوساين ثيتا هطلع من هنا بان ار اي هتساوي 50 تمام كده؟ هل عنده أي مشكلة في مسألة السلم دي؟